الفن دايما بيجمع يعني يعني هو كلمات من بيجمع. الشمالية ومن أبو جوت الغنى، وكمان ناس التيك توك أغاني محمد جميلة عثمان جدا. بلح اللي وود البوادي أكيد من منطقة أبو جوتة، والغربة لمتهم ب والله يا أخي الله يكرمكم يا أخي. والله والحقيقة إحنا سعيدين جدا بيكم، والحقيقة دي يمكن تكون كانت في السودان كانت يعني بصورة كبيرة جدا إن الواحد يمشي ويسجل، كانت متاحة هناك في السودان، لكن لما جينا هنا يمكن الحقيقة دي ما كثير كده، لكن بعد ما تعرفنا عليه ود البوادي محمد وشاعر وكمية من الشباب، أنا من هنا بحييهم وأقول لهم يا أخي كل سنة وأنتم طيبين وربنا يحقق أمانيكم يا رب العالمين. والحاجة دي يعني لقيناها هنا في السعودية، إضافة إلى ذلك كمان إنه نحن تعرفنا عليكم، أنتم برا هذه حاجة بالدنيا ما فيها يعني. الله يكرمكم إن شاء الله ويسعدكم وربنا يديكم العافية. الأغاني في كردفان برضو كمان بتداولوها ناس البطانة، بتداولوها ناس الجزيرة، مثلا جديه مقنفة مثلا. نعم تداولوها كمية من هي من كردفان طبعا. أيوة أكيد الأغنية دي أساسها كردفان.